بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة وطلبات الثانوية العامة، معانا النهاردة درس التحلل المائي للأملاح، ما يعرف باسم التميم. ما هي عملية التميم؟ عملية ذوبان الملح في الماء وتكوين حمض القلوي. هنعرفه مع بعض. ذوبان الملح في الماء وتكوين الحمض القلوي المشتق من الملح، المشتق منها الملح. ويلاحظ ان التميؤ عكس التعادل. تاني، التميؤ عكس التعادل. خلي بالنا في الحتة دي ونركز. والمحلول الناتج من تميؤ الملح له تأثير على عباد الشمس. المحلول اللي بينتج من تميؤ الملح بيبقى له تأثير على عباد الشمس، يزرق، يحمر، تغلب الصفة القاعدية، تغلب الصفة الحامضية، على حسب. وتعتمد الخاصية الحمضية والقاعدية لمحلول الملح على قوة كل من الحمض والقلوي. لو الحمض هو اللي قوي تبقى الصفة حمضية، لو القلوي هو اللي قوي الناتج يبقى الصفة قاعدية. الناتجين من ذوبان الملح في الماء. أمثلة: محلول Na2CO3 يزرق عباد الشمس. ممكن يجي يقول لك علل ليه محلول Na2CO3 يزرق عباد الشمس. نقول له محلول قاعدي لأن تغلب الصفة القاعدية اللي هو القلوي أقوى من الحمض. تاني، محلول NH4Cl يحمر عباد الشمس لأن المحلول الحمضي الصفة الحامضية تغلب على الصفة القاعدية. الحمض أقوى من القلوي. التالت، محلول CH3COONH4 لا يؤثر على عباد الشمس لأن المحلول بتاعه متعادل، لون المحلول بنفسجي مادام متعادل، ولا قلوي ولا حمض. محلول NaCl لا يؤثر على عباد الشمس لأن المحلول متعادل. ويمكن تفسير نتائج الجدول السابق كما يلي: تميؤ كربونات الصوديوم. ملح كربونات الصوديوم مشتق من حمض ضعيف وقلوي قوي. يتأين الماء وكربونات الصوديوم كما يلي: 2H2O تفاعل انعكاسي، 2H موجب أيون، زائد 2OH سالب. Na2CO3 يدينا 2Na موجب، زائد CO3 اتنين سالب. ده تكافؤ اتنين بنطلعه من فوق. الناتج Na2CO3 زائد 2H2O يساوي H2CO3 زائد 2Na موجب زائد 2OH سالب. ومن التفاعل يلاحظ الآتي: تكون حمض الكربوني نتيجة اتحاد أيونات الهيدروجين الناتجة من تأين الماء مع أيونات الكربون الناتجة من تأين كربونات الصوديوم. عدم تكون هيدروكسيد الصوديوم، ويرجع ذلك إلى أنه إلكتروليت قوي فيكون تام التأين، ويوجد فيها المحلول على هيئة أيونات اللي هو الموجب سالب اتنين سالب كده. ينتج عن ذلك سحب مستمر لأيونات الهيدروجين الناتجة من تأين الماء فيختل الاتزان، يصبح مختل.
طبعا لقاعدة لوشاتيليه تتأين جزيئات أخرى مع الماء لتعوض النقص في تركيز أيونات الهيدروجين، تتأين جزيئات أخرى من الماء عشان تقدر تعوض النقص في تركيز أيونات الهيدروجين، ونتيجة لذلك يزداد تركيز أيونات الهيدروكسيل ويصبح تركيزها أكبر من تركيز أيونات الهيدروجين، لذلك يكون الرقم الهيدروجيني أكبر من 7، ويكون محلول كربونات الصوديوم قلوية. تميؤ كلوريد الأمونيوم، ملح كلوريد الأمونيوم مشتق من حمض وقلوي، حمض قوي وقلوي ضعيف، يبقى الصفة الحمضية تغلب على الصفة القاعدية. يتأين الماء وكلوريد الأمونيوم كما يلي، معنا المعادلة H2O تفاعل انعكاسي H موجب أيون زائد OH سالب أيون، NH4Cl يدينا NH4 موجب زائد Cl سالب، الناتج NH4Cl زائد H2O يساوي NH4OH زائد H2 زائد Cl، Cl سالب H موجب. ومن التفاعل يلاحظ الآتي: تكون هيدروكسيد الأمونيوم نتيجة اتحاد أيونات الهيدروكسيل الناتجة من تأين الماء مع أيونات الأمونيوم الناتجة من تأين كلوريد الأمونيوم. عدم تكون حمض الهيدروكليون يرجع إلى أن إلكتروليت قوي، هو إلكتروليت قوي فيكون تام التأين ويوجد في المحلول على هيئة أيونات، مادام إنه إلكتروليت قوي أي تام التأين فبيظهر على هيئة أيونات. ينتج عن ذلك سحب مستمر لأيونات الهيدروكسيل، أيونات الهيدروكسيل الناتجة من تأين الماء فيختل الاتزان، الاتزان يصبح مختل. تبعا لقاعدة لوشاتيليه تتأين جزيئات أخرى من الماء لتعوض النقص في تركيز أيونات الهيدروكسيل، نتيجة لذلك يزداد تركيز أيونات الهيدروجين ويصبح تركيزها أكبر من تركيز أيونات الهيدروكسيل، لذلك يكون الرقم الهيدروجيني أقل من 7، ويكون محلول كلوريد الأمونيوم حمضيا. تميؤ أسيتات الأمونيوم، يتأين الماء وأسيتات الأمونيوم كما يلي: H2O تفاعل انعكاسي يدينا H موجب زائد OH سالب، CH3COONH4 يدينا CH3COO سالب زائد NH4 موجب النتيجة CH3COONH4 زائد H2O بنجمع يساوي CH3COOH زائد NH4OH. ملح أسيتات الأمونيوم مشتق من حمض ضعيف وقلوي ضعيف، حمض ضعيف وقلوي ضعيف. ومن التفاعل يلاحظ الآتي: تكون حمض الخليك وهيدروكسيد الأمونيوم وكلاهما إلكتروليت ضعيف، نتيجة لذلك يكون تركيز أيونات الهيدروجين الناتجة من تأين الحمض الضعيف يساوي تركيزات أيونات الهيدروكسيل الناتجة من تأين القلوي الضعيف، لذلك يكون الرقم الهيدروجيني يساوي 7، يساوي 7، ويكون محلول أسيتات الأمونيوم متعادل. وبكده نبقى